اللي ما قراوش ما مقبولاش، لانه هو باش وصل لهاد النيفو راه حنا درنا واحد المواكبه وتطور ذاتي. ما عمرنا الاداره مدعماتنا، عمرها ما قالت لنا ها كيفاش، ما والو كتعطينا البرنامج حنا كنبقاو نعولوا على راسنا. ولكن راه غادي نهضموا الحقوق ديال المترشحين، ديال الطبيب وديال المحامي وديال القاضي وديال كلشي، لانه عنده ولده غيدوز، ولكن السائق اللي غيمشي ليه البيرمي وغيخصو يعاود يدوز، وهذا النظام راه ما غيكونش صالح ديالو في هذا المستوى اللي حاطه الاداره. هاد الوقفه هو اننا خصنا نوصلوا الحقيقه اللي لقينا بانها كتوصل مغلوطه لا للراي العام ولا للمهنيين ولا حتى للجهات المسؤوله. الحقيقه الواقعيه اللي خصها توصل هو انه ما يمكنش الاصلاح ينزل بلا ما يكون اصلاح بعدا ديال المهنيين ولا اصلاح ديال القاعده. ما يمكنش هذا الاصلاح انه غادي ينزل بحال هكا، ما يمكنش نكذبوا على راسنا. لماذا؟ لانه جيتي درتي لي التجديد ديال البنك الاسئله، درتي لي التحديد ديالو، درتي لي بروغرام جديد، وانت ما كونتيش المدرب. كيف يعقل على ان بطاقه مدرب تعليم السياقه منتهيه في شهر 9 وتجي انت تخالف جميع المسائل تقول لنا حق قال لي طالب تمديد هذه؟ لا سيدي، حنا انت يا خمس سنين حنا عندنا ديك البطاقه، فيك انت اش كدير؟ اللي ما توجدش لنا التكوين، حنا ملي ما لقيناش دابا التكوين انت كتهمل المسؤوليه. كيفاش انت حنا دابا ما مكونينش وكتقول لنا ولا خدموا؟ كيفاش غنخدموا؟ دابا انت يا ديجا كاين خصاص في المدرب، وتجيك الاداره الوكاله الوطنيه تقول لك حقا غنخدموا ساهموا ديروا. اشنو غادي نديروا نساهموا؟ عطيونا القانون باش نخدموا، باش تزاول مهنه مدرب تعليم السياقه الزاميا انك تكون كتوفر على رخصه مدرب تعليم السياقه. اذا الا كانت منتهيه الصلاحيه راه كاين اشكال فظيع هذا. اذا هنايا ملي كتجي انت كاداره وانت عارفه في السيستم عندك بلا الناس سالت لهم لي كارت مونيتور وكتنزل لي في بنك اسلي جديد، كونيهم باش هما يكونوا المترشح. اذا انت كتلقي بالمواطن المغربي الهاويه، واش هذه التعليمات ديال سيدنا؟ هذا هو السؤال اللي كيطرح. التعليمات ديال سيدنا واضحه، كتقول لك تطوير القطاع، كتقول لك خاصنا نكونوا صوره جيده للمغرب حبيب. واش سيدنا كيمشي كيدير عده اجراءات في بلدان اخرى اللي كتلمع الصوره ديال البلاد ديالنا، يجي حنا من الداخل عندنا يتم التحطيم ديال هاد الاجراءات؟ لا يمكن، ما كانش قبله. حنا عندنا واحد العهد مع الله اننا مجندون وراء صاحب الجلاله نصر الله، واي خيانه غادا تكون غنفضحوه. اذا هذوك الناس كون كنا مصوتين عليهم غنسقطوهم، ولكن مع الاسف الشديد هذوك معينين. اذا خاص الجهات اللي عيناتهم تكلف بهم وهي تحاسبهم. وحنا ما كنطالبوش دابا باستقاله شي واحد، حنا كنطالبوا ربط المسؤوليه بالمحاسبه. كنعاودوا ناكدوا بغينا ربط المسؤوليه بالمحاسبه، هذا هو اللي كنطلبوا منه. المساله الثانيه، كيف يعقل انك انت بغيتي تقول المهني يجي يخلص لك التكوين وانت هو عارفه بانه ما عندكش التكوين ما وجدتيش ليه يلا كتهرس فيه؟ كيف يعقل انت كتجي توجد بنك اسئله وحنا ما مطالعينش عليه؟ كيف يعقل انك انت كتقول للمهني بانه راه غيتم النهضه بالقطاع ديال مؤسسه تعليم السياقه وانت ما موجدش الارضيه؟ وحنا من هذه المناسبه كندعيو الاداره للمناظره، مناظره بغيناها تكون امام لي ميديا وامام الاذاعات ويختاروا هما الاذاعه اللي بغاو، ونحطوا معاهم الوراق بالتواريخ بكلشي، وديك الساعه نشوفوا هذا الخلل اللي كاين فين، واش كاين فينا ولا في الاداره؟ لانه ما بقاوش حنا المسؤول ما كايداش الخدمه ديالو، ما كايداش الدور ديالو، وكيسب بها في المهني. كفى، شوف هذا الحشد ديال عباد الله. دابا حنا باقيين يلاه بدينا وما يزيد حنا اتصالات، الناس باقيين جايين عندنا دابا ما يزيد. انت كتشوف دابا عندنا 300 والفوق، هادشي في جهات الدار البيضاء. اذا هاد العدد باش يخرج ويحبس الخدمه ويحبس كلشي بلغ السير الزوبه. كون كانت الاداره كتسمع وكتستجب وعندها لغه الحوار وكتعرف شنو لغه الحوار، على الاقل غادا تتم استدعاء هاد الناس باش تحاور معاهم. ولكن الاداره اش كدير؟ تعنت الاداره متمسكه بواحد الهيئات اللي ما عندهم حتى شي منخرط. ها حنا دابا حنا خرجنا، ها المنخرطين كتشوفوهم دابا الراي العام المهني كيعبر، وغادي نخبروا الاداره بانه هاد الخطر كيكون كيهدد المهني وحتى المترشح وحتى المواطن المغربي اون جينيرال. لانه واخا تكون انت عندك البيرمي ممكن يتسحب لك، ممكن انك تعرض لفقدان النقاط، وغتكون الزامي عليك انك تعاود تجتاز رخصه السياقه وغتولي مترشح من جديد، وغتولي انت عندك نفس الاكرات اللي عند المترشحين دابا، واخا تكون السن ديالك وصل شحال اي وصل. اذا حنا من هذا المنبر كنحطوا النقاط فوق الحروف، كنقول الاداره لو انك كنتي حكيمه ما تخليش هذه الوقفه وهاد الناس اللي كيضحيوا اليوم بالعمل بكل شيء في سبيل ايصال صوت الحق. اذا الاداره كنت كتسمع الحوار ما تشدش الهيئات، بعض المحسوبين اللي هي عازلاهم، عازلاهم باش تحاور معاهم، كنقول لك عازلاهم. وملي كندخلوا كدير لنا الكولاسه
وتجي وتكتفي بهم. لا سيدي، تسمع للرأي العام اش كيقول، تسمع للمهني وتسمع القاعدة، القواعد تكلموا. الآن كنخبروا إدارة بأنه من هنا القدام من الآن فصاعدا غيقدر يدخلوا معنا حتى المجتمع المدني. كنخبروهم بأنه حنا كندعوهم للمناظرة باش الرأي العام يعرف الحقيقة. حنا مستعدين، والرأي العام هو الحكم والمهني هو اللي يحكم. علاش كون هو اللي كيكون مسؤول على هذه المسائل؟